هنا 1988 دوج رام باور واجن 4x4 دفع رباعي فيها الدبل 250. اوه نايس، هذا يجي في الكبوت او البونيت الضغط حق ضغط الماكينة. It's the RPM right? It's the RPM. The one you showed me. Yeah. طبعا مجهزة بالكامل. هذا لونها الأصلي. لها فترة طويلة ما اشتغلت. Yeah. It runs smoothly. طبعا هذه مركبها هنا. الشيء الجميل فيها سهل انك تضيف عليها يعني اضافات جميلة صراحة. مثل هذا الجاردة والصدام. الترانسفير كيس برضه موظب. هاي الداخلية جديدة مجددة يعني قبل. So when was the interior redone? When did you have it redone? The interior. قبل سنتين تقريبا. هنا ممشى السيارة 85607 كيلو فقط. هنا في فصالات في الجامة الخلفية أو النافذة الخلفية.